ليس لدينا أي حرج أو قلق من أننا إن شاء الله سنكون المتصدرين على مستوى كل الألعاب. هذا بشكل بسيط وبشكل واضح وبشكل صريح جدا، ونطمئن جمهورنا أن هذه الهيئة الإدارية هيئة قانونية شرعية باقية. هذه الهيئة هي هيئة الجماهير وهيئة اللاعبين، والقلق كل القلق يصيب اللاعبين حين تبدو حركات هنا وهناك لإرباك المشهد. اللي يعني جعل الهيئة الإدارية الحالية لإياد بنيان هي الهيئة الإدارية الشرعية الرسمية، سواء كنت بها أو مو بها، ولكن لابد أن يقال الحق، هذه هيئة شرعية رسمية وفق قانون 18. وحتى الدعوة اللي أقامها ضدنا، ضد أربعة من الأعضاء، ضد كابتن إياد وآني وسيد غالب والأخ حسان، أيضا أخذنا قرارا تمييزيا بأنه عضويتنا في هذه الهيئة هي عضوية شرعية، وهذا قرار تمييزي قطعي. وبالتالي نحن لا نستخدم بصراحة الإعلام والصراخ حتى نربك الناس، نريد الناس فقط والجماهير تنتبه إلى أداء الفريق وتشجيع الفريق. أما ما يتعلق بالقضاء والأمور الإدارية، هذا واجب الهيئة أن تقوم به. دكتور، بصراحة الأمر الحدث الأخير أنه المؤتمر قبل وزير الداخلية وبرعاية وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، هذا المؤتمر حدث، وبنفس اليوم احنا شاهدناكم ويا وزير الشباب والرياضة. ابدا، وزير الداخلية الحيرة. اضعكم بشكل صريح، وزير الداخلية ليس له علاقة بهذا التجمع ولا مؤتمر، تجمع في نادي الصيد ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد. وحتى هنا القطعة مكتوبة، القطعة هذا تجاوز على صلاحيات الوزير، وهناك مجلس تحقيقي أقره الوزير بحق من حضر، من أكبر ضابط حضر في هذا المجلس، هناك مجلس تحقيقي ضده سيكون. وبالتالي الوزارة أعلنت براءتها بشكل كامل من رعاية هذا المؤتمر. في نفس الوقت كنا مع السيد وزير الشباب، وأيضا أعلن أنه ليس له علاقة في هذا المؤتمر أو هذا التجمع لا من قريب ولا من بعيد، وكذلك اللجنة الأولمبية لم تصادق. شلون يتجرؤون يسوون مؤتمر يعني على مراتب ضباط وعقيد وهاي وبدون علم وزير الداخلية أو مقابل أو ماكو موافقة؟ هل هم معصومون؟ بالتأكيد هناك خطأ، وهذا الخطأ مشخص وواضح جدا، والوزارة هي من سيتصرف مع من يخالف القوانين والأنظمة.